دعنا يا دعنا دعنا يا دعنا ويا دعنا الحطاب، الحطاب الغريب المنيع ياخذ بنت عمي. اكيد اكيد خطة السبق هذه خطة عملتها الجمرة والحطاب لجل تهينني بيه. والله والله اني بحرق قلبش يا الجمرة، وان ما طفيتش يا الجمرة ما اكون انا دهاس وكلمتي ما تدهاس. يا غدران، اي البرزه بين الشيخ بطيجان والشيخ دهاس طالت، تقول لي وانت وش دخلك؟ خليك في حالك اقابس. خير يا غدران. اقول يا ركاز، ايه وش فيه الشيخ دهاس زعلان؟ زعلان بس
الشيخ دهاس مكهور من ربعه وده ينتقم لكرامته. من حقه، من حقه ينقهر، لأن ربعكم لا عطوه لا قيمة ولا قدر. سمعت يا قابس، الشيخ دهاس بغى ينتقم من ربعه. والشيخ بضيجان بغى ينتقم من ربعه، ودهاس وبضيجان بايسوقون المحرقة. لا لنا فيها ناقة ولا جمل. صدقت. من ذا الزمان الردي وجو الحاصل الجم مرة تترك الشيخ دهاس زين الشباب القبيلة وتركض وراء مش على الحطاب. والله اللي بدفعهم الثمن غالي، ويا ويلهم مني، يا ويلهم مني. لكن بغيتك تكون معايا بطيشان، انت عارف وقفت جنبك كثير من يوم هربت من عرب الشناطيب، ولولا الشيخ دهاس ما كنت انت الشيخ بطيشان، شيخ المطاريد. صدقت يا شيخ، صدقت. ابشر بعزك، انا من ايدك الدي لايدك الدي. اتفقنا يا بطيشان. اتفقنا يا شيخ دهاس. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حيا يا حيا بالضيف، تفضل على القعيد. تسلمي. وين مقدم حمود وابن غيثان؟ بوي مو موجود، وغيثان راح على قبيلة ابو الجمرة. والقهوة جي مبروك وينه؟ راح مع ابوي، وان شاء الله بيعاودون في المساء. اتفضل يا ضيف على القعيد، وان شاء الله نقوم بواجبك. تسلمي يا بيت لجاويد، بس المرة السابقة لما جيت انشد على اهلي، قال لي غيثان ان القهوة جي مبروك كان يعمل في القبائل اللي يبال الخضرة، وأن رجال وحرمته وطفلهم نزلوا عن شيخ من شيخهم. وأنا رحت ولا لقيت الجبال الخضرة، ولا لقيت القبيل اللي كان عندهم، ولا لقيت الشيخ اللي كان يعمل عندهم مبروك. أنا إيش تحكي يا ضيف الرحمن؟ القهوة جي مبروك عمره ما خرج عن قبيلتنا وما عمل عند حد. وإيش؟ اسمع يا ضيف، القهوجي اللي يعمل عندنا كان يعمل عن شيخ من شيوخ قبائل الجبال الخضرة، وقال انه قبل سنين نزل عندهم رجال وزوجته وولدهم، وتقريبا لهم نفس الاوصاف اللي كلمتني عليها. بس قل لي، وين تقع الجبال الخضرة؟ اقول لك، انت تعود من حيث جيت وتمشي على الساحل، لما توصل الجبال دخل بينهم واسأل العربان وهم بيدلونك. يعني غيثان ضحك علي وظلني. ليه؟ ليش يسوي كذا غيثان في؟ لو كان وده يبعدني بعيد عن قبائل الرملة اللي كنت رايح إليها. بس ليش؟ ليش وده يبعدني بعيد؟ أكيد إنه يعرف طريق عمي مبخوت وابن عواج. هلا قولي لي. أبشر يا ضيف. غيثان وينه؟ غيثان راح على قبيلة أبو الجمرة. والطريق قبيلة أبو الجمرة وين؟ طشة، خذ القربة وعبيها ماء، وني بدور على الخاتم. يا القرنفل، يومين وإحنا ندور على الخاتم وما لقيناه، ما بزهدي تلقينا. أكيد واحد من اللي وردوا الكريف لقاه وشله، لعاد تعبين روحش. يا طشة، هذا الخاتم هدية من غيثان وعزيز وغالي على قلبي، وني لازم ألقاه. طشة، خلي القربة وتعالي دوري معاي. طيب. صدق يا سويد، هذا الخاتم ما هو عزيز على قلب القرنفل وغيثان بس، كمان عزيز على قلبي. خذ يا سويد. تسلم.
تسلم يا شيخ الضشان. وذا الحين قوم ارجع لمرعاك ولا تنسى تسوي اللي قلت لك عليه. بس يا شيخ الضشان اخاف المقدم سلوم ما يصدقني. لا 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 ما قلنا لا تخاف يا سويد، لا تخاف انت، بس قل له اللي قلت لك عليه وما يصير الا كل خير. امرك امرك يا شيخ الضشان. يا شيخ رداد يا شيخ رداد. ايه خلنا نعاود ديرتنا اليوم. لا حول ولا قوه الا بالله يا سعده، اقول لك الف مره ما نعاود ديرتنا غير بعد عرس مشعل على الجمره. مشعل الربيعي كيف اتركه يوم عرسه؟ والجمره بنت عمش ما تحضرين عرسها؟ ما اقدر ما اقدر احضر عرس الجمره، ما اقدر. يا سعده تعودي من الشيطان، وان كان على اخوش دهاس بيلاقي خير منها الف مره. وانت احضري وشرفيني وارفعي راسي في العرس. على وين يا النسيب؟ هلا بدهاس. صحيح اللي سمعته انك سمحت للحطاب يسكن بديرتنا هو وامه، وبدك تبني له بيت بعد؟ يا دهاس انت رجال عاقل ولزوم تقبل باللي صار وتبارك للجمره وتروح تساعد عمك في تحضيرات العرس. سمعتي وش يقول زوجك يا سعده؟ بدل ما يعقل عمي مانع ويوقف في صفي يبني بيت للحطاب بديرتنا، ومش هذا وبس، والتياني أزف الجمرة، أزف الجمرة للحطاب. يا هيف عليك يا رداد، أسمعوا، هذا العرس ما بيتم وأنا دهاس كلمته ما تنداس، وبخاطرك يا دهاس دهاس عقل يا أخوش يا سعدة، ونسوى شي ما هو بزين أنا اللي راح أوقف له بخاطرش. كله من دش الجمرة، كله من دش انتو الحطاب مشعل. يا خوفي من تاليتها. أنت متأكد من الكلام اللي تقوله؟ إيه يا مقدم سلوم، أنا اليوم سمعت رعيان مقدم حمود يقولون إن غيثان بيجمع كل مقادمة عرب الشناطيب لجل يعلن أبوها أمامهم إنه مقدم طايلة لكل عرب الشناطيب. وما قالوا متى بيجمعهم يا سويد؟ له ما قالوا، لكن الأكيد إنه في هاليومين. وانت وين يا سويد لقيت رعيان المقدم محمود يوم خبروك؟ ايه صحيح، وين لقيتهم؟ وانت قلت لي ذي الايام ترعى بمرعى الوادي مو مرعى الحد. ايه نحن اليوم كنا بمرعى الوادي، لكن انا اليوم سقت الابل المرعى الحد، وهناك حصلت رعيانهم وخبروني. سلوم السالفة واضحة يا سلوم، المقدم محمود وابنه غيثان ودهم يخلوك قدام الأمر الواقع، وانت لزوم تتغذابهم قبل ما يتعشون بك. وش تسوي؟ وش تسوي؟ أقول لك وش تسوي، تجمع القوم وتعلن نفسك مقدم طايلة، وخلي اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. بالأول يا با أتأكد من السالفة، وبعدين غيثان بعد ما مشى من قبيلتنا قال بيروح قبيلة أبو الجمرة، متى عاد؟ إيه يابا السالفة فيها إنا ولازم تتأكد. وانت واش خصش بهذا الكلام؟ يلا شلي الطشي وخرجا من هنا. هيا. حاضر. يلا. سلوم لا تأخر يا سلوم، ارسل للمقادمة واجمعهم هنا عندك في قعيدتك. ايه يا مقدم ايه، لا تتأخر. سويد روح ادعي راشد ومنصور وسعيد وخلهم يجون لقعيدتي الان. ابشر يا عمي ابشر. مرحبا مرحبا يا غيثان، تبغى تلف دراعي عشان تنص ابوك مقدم طايلة الشناطيب؟ لا والله لا والله، انا المقدم سلوم، ويا انا يا انت ابوك، وبنشوف يا غيثان. وذا الحين فهمت وش اللي بتسويه يا مبروك؟ ايه فهمت يا شيخ، بس غيثان ما بيصدقني. اقول لا تخليني امد يدي عليه، بعدك صغير على الكفوف. اقول افهم لا تخاف، اذا معك الخاتم اكيد بيصدقوك. بس الحين غيثان في قبيلة ابو الجمرة وما ادري متى راح يعاود. بيعاود اكيد بيعاود، انت بس سوي اللي قلت لك عليه.
وفي الوقت اللي قلت لك عليه. ولا تزيد ولا تنقص. شخبط هشام، شخبط هشام. وش ورك يا عابس؟ لقيت واحد شكله ما يطمن، يسأل على قبيلة أبو الجمرة، قلت أجيبه لهنا. يسأل على قبيلة أبو الجمرة؟ وما عرفت منهم؟ شكله غريب. شكله غريب؟ أنا داري إنه غريب. أقول قم، قم نادي عليه، خلنا نشوف وش وراه. حاضر. تحرك. اتفضل يا ضيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. قويتهاو بقيتهاو يا هلا. جينا شامة وين الطريق حق قبيلة أبو الجمرة؟ طريق قبيلة أبو الجمرة؟ وليه تسأل؟ أبغى في سالفة خاصة. إيه قلت لي سالفة خاصة. ما دام لها سالفة خاصة، لا ما ندري وين الطريق. تدرون الطريق لقبيلة الشيخ أبو الجمرة؟ لا لا ما ما ندري ما ندري. يا الربع ممكن ريح ساعة عندكم تعبان من السفر؟ ايه يا هلا يا هلا بك يا الضيف. القهوة يا ولد، قهوة الضيف. يا شيخ بطشان. ايه اعتقد اني اعرف هالضيف. انت متوكل؟ ايه قبل مدة جاء على قبيلتنا وقال إن أهله ضاع من قبل 30 سنة ومعاهم طفل حرمة ورجل، وقلنا له ما نعرفه وبعدها ما أدري وين راح يا شيخ. أكيد وراه سالفة. أقول خلاص أنت قوم رجع القبيلة ولا تنسى تسوي اللي قلت لك عليه. حاضر يا شيخ بطيشان. يلا تحرك. يا هلا يا هلا بالضيف. يا هلا يا هلا. وايش بك تتفكر فاي؟ والله مشبه عليك. مشبه بي؟ اي وين شفتك وين شفتك وين؟ اي 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 والله تذكرت. يا سبحان الله يا سبحان الله. أنا شفتك مرة وانت جيت لقبيلة محمود. اي وبالعلامة كنت تدور على رجال وحرمة وطفل صغير ضايعين من 30 سنة. اي اي انت أبلا لا قل لي لقيتهم؟ لو والله عادني دور عليهم من جبل لجبل ومن صحراء لصحراء ما لقيتهم. ايه من يبل ليبل وصحرا لصحرا. يا هلا بالضيف. هلا قل لي يا الضيف انت وايش قصتك؟ مشعل هذا البيت بيكون بيتك وانت بتكون واحد مننا وفينا. والله يا شيخ مانع ما نعرف كيف ارد لك جمايلك. يا مشعل تستاهل كل خير ويشهد الله اني بفتقدك. لولا معزه ابو الجمره ما تركتك تعيش هنا. يا رداد يا اخوي الاماكن كلها واحده وما في فرق عندنا ولا عندكم. صحيح كلامك يا شيخ مانع والله يتمم على خير يا مشعل. وذلحين يا شيخ مانع ارخص لي، بغيت اروح على ديرتي وأخبر أبوي ربعه باللي اتفقنا عليه. وراك يا غيثان، يعني ما بغيت تحضر عرسي؟ معقولة؟ معقولة ما أحضر عرس أخوي ورفيقي مشعل؟ أنا بس بروح على ديرتي وأخبر أبوي ربعه وباجي أنا والقوم ونحضر عرسك ونقوم بالواجب. يا غيثان لا تنسى تبلغ أبوك وكل مقادمة الشناطين وتكلمهم يحضرون العرس. إن شاء الله يا شيخ مانع، للحين ارخص لي بعون الله. الله معك. يا مشعل عاد معك الفاس خلاص بكرة عرسك
وانت بتناسب الشيخ مانع، نسى انك حطاب. يا شيخ رداد، انا من يوم عرفت نفسي وانا احمل هذا الفاس، وانا حطاب وببقى حطاب. ويقول المثل اللي ما له اول ما له تالي. ونعم بيك. نعم بحال. خلاص يا اخويا مشعل، البيت جاهز، باقي يفرش الفرش. والله نشهد انك نشمي واخو صديق من صدق. ولو يا اخوي، هذا واجبي. الله يعطيك العافيه. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. يا جماعه، ما يصير عرب الشناطيب لليوم والليله بلا مقدم طايله. لازم ننهي هذا الامر. يا جماعه، الموضوع ما يحتاج اخذ ورد. لازم نجمع كل مقادمة عرب الشناطيب ويختارون من يناسبهم مقدم طايله. وانا اعتقد ان المناسب هو المقدم سلوم. يا منصور، يا جماعه، الامر هذا ما يصير. لازم كل مقدم حمود ومقدمة الشناطيب. يا مقدم سلوم. مرحبا. ارخص لي بالكلام. تفضلي يا شيخ. يا مقدم والحاضرين، موضوع مقدم الطايله لازم تنهونه. اصبحت النسوان في بقيه القبائل يعيرني بكثره الهمز واللمز، وصار اللي يسوى واللي ما يسوى يضحكون علينا. وانا اعرف ان هذا الكلام ما يخصني، يخص الرجاجيل، بس هذا الموضوع لازم تنهونه اليوم. معش حق يا ام القرنفل. اسمعوا يا الربع، المقدم حمود واللي معه ما هم كل عرب الشناطيب، ونحاول يوم الليله نجمع مقادمه عرب الشناطيب ونختار واحده منهم مقدم الطايله. ها، وش قلتوا؟ لازم نشاور مقدم حمود ونتفق على مكان ونجتمع فيه. تشاور من؟ حمود؟ والله ما شاوره. انا سلوم قررت اجمع عرب الشراطيب ولازم ننهي هذه السالفه. ايه يا مقدم سلوم، هذا هو الكلام الزين، ونعرف انك قدها وقدود. قلت لي غيثان توهك عن عرب الرمله وكذب عليك. ايه والله، هذا اللي مستغرب منه. وايش مصلحته يكذب علي؟ اي الحين عرفت وش السالفة. اسمع يا الضيف، من حسن حظك ان القدر ساقك لعندي، ترى طلبك موجود عندي. وش تقول؟ اقول اللي سمعته، اقول طلبك موجود عندي. وين؟ لا 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 يا الضيف، قبل لا اقول لك وين بغيت اسالك سؤال. ولو ودك توصل لمرادك تجاوبني بالحقيقة وما تكذب علي أبد. وسؤالك؟ أنت ليش تنشد ورا مبخوت وابنها عواد؟ وش تريد منهم؟ مثل ما قلت لك. آه، ما قلنا ما تكذب علي الضيف وتقول الحقيقة. أقول تكلم، ترى سرك في بير ولا تخاف. خلينا لوحدنا. إي خلونا وحدنا يا رب. تامر يا شيخ. وذا الحين قل لي وش هالقصة؟ بالمبارك عليش يا مشعل. ها، من ذا اليوم ذا البيت بيتش وبيت مشعل وبيت الجمرة بعد. خلاص كل شيء جاهز، ده الحين ارخصون لنا ني والدخون، نروح نرتب محرم الجمرة. الله معاكن. سلام. بصراحة يا شيخة حمدة، ما نعرف كيف نرد لكم جمايلكم علينا. عيب عليش مشعل ذا الكلام، احنا صرنا نسايب وما بينا جمايل. درب درب اللي داخل، درب. اتفضل يا مشعل يا ولدي، ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا بمشعل، مبروك، بالمبارك عليكم، بالمبارك. الله يبارك فيش يا عم حمده، الله يقدرني، نسعد الجمره ان شاء الله. ان شاء الله يا ولدي ان شاء الله. يلا ارخصوا لي. بدري يا اختي، عاد ايش قاعدي عندنا؟ بدري من عمرك يا ام مشعل، انت عارفه ان العرس قرب ولا بد نجهز نفوسنا. يلا ارخصوا لي، مع السلامه. الله معاش. هاي ام مشعل، مبروك عليش البيت الجديد والحياه الجديده يا ام. ام مشعل وراش وراش تبكي. ولا شيء بني، ولا شيء. جلسي يما جلسي.
نادينا يا دانا دانا يا دانا ويا دانا ظهر هلال.